عندي حبه صوص مكرونه هشتغل بيهم حركه واحده واحده، مكرونه كيس سباجيتي، حبه بلح البحر اقدر اوظفهم، ولقيت عندي كابوريتين ممكن اكسرهم زي ما حضراتكم شايفين يطلع معايا طبق حلو. بس تعمل ازاي؟ بكل بساطه وسهوله هعمله كله منه فيه، يعني مش هعمل حاجه لوحدها ولا غيره برضو عشان ما ادوشكمش. ولكن الافضل لو حبينا نعمل كده، ناخد كل السيفود الحلو ده نديله سلقه، تفرق كتير جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، بلح البحر كده، يلا وكابوريا يلا برضو، انا هصطادهم بعدين بس خليني اسيبهم قدام عينيا كده مع المرقه دي. بص عامله ازاي، شوف الملامح اصلا باينه لوحدها، يعني مش محتاجه اي كلام عنها. اوضح اكتر، بص المرقه، شوف اصلا منظر المرقه عامل ازاي، ده من ايه يا فندم؟ والله يعني كل حاجه واضحه قدام الراس السمكيه دي، شايفها؟ شوف المنظر، شوف مرقه محترمه، بص بص السود ازاي، شايف؟ دي بقى الاحلى مرقه في الدنيا، ريحه الحبهان عامله ازاي؟ بص بلح البحر لما نزل، بص الكابوريا، سيبها قدام عينيا، اديها غلوه كمان. تعالى بقى اقفل الصوص واقفل في الاخر، يبقى هو بقى فينش بالنسبه لي، مش هقرص عليه في التسويق دي، بس نشيل الحاجات دي ونكمل شغل على طول. طيب الصوص اللي هنعمله النهارده ايه؟ صوص احمر، ده متفق عليه محدش بيقف قدامه بصراحه، يعني الابيض اطفالنا وكلنا بناكله كل حاجه، لكن الاحمر بيبقى دايما متفق عليه محدش بيقف معاه ولا يقول لا لا، عشان احنا كلنا اصلا عشاق للمكرونه الحمراء ايا كان بقى بطريقتها، بالفراخ باللحمه ساده ايا كان، بتبقى ليها نفس كويس قوي وليها ذوق عندنا كبير جدا. فانا هشتغل على هذا الاساس منه في زي ما بيقولوا كده، مش هطلع الموضوع بره حكايته، يعني ايه صوص احمر يبقى صوص احمر، الحكايه ازاي؟ يلا بينا. بسم الله، هجيب عندي بصلايه الاول، هنزل بيها كده اهو، بص دي كويسه، وعليها حبه زيت زيتون، بسم الله مش كتير، هم دول حلوين قوي كده، حلو كلام كلام جميل. وابدا اشوح فيهم واحده واحده مع فص ثوم حلو برضو يدي نفس كويس، وكمان لو حبينا نضيف هريسه هتفرق كتير، وعندي ريحان كمان، ده تاسيس الصوص المحترم بقى الاول خالص كمان حته. حلو، هشوحهم مع بعض بالشكل ده كده اهو. عفوا، عايز اعمل ريحه حلوه هحط عندي معلقه صوص الطماطم تتسبك معاهم شويه او تتشوح معاهم شويه، وكده هسبك بالصوص الفريش اللي عندي اللي هو طماطمتين ثلاثه مضروبين في الخلاط مع لتر من الميه ومعلقتين صوص الطماطم لو حبيت ازود عشان تدي اللون اللي حضراتكم شايفينه ده. هشوح دول مع بعض، صوص سريع جدا وبسيط جدا، مكعب مرقه في النص يدوب معاهم كانه بهار اهو، يدي محسن طعم، يعني بستخدمه احيانا ان هو كبهارات كده. وفكره السبايسي زي ما اتفقنا، عايزين نحط هريسه ماشي، عايزين نحط فلفل حار برده ماشي كده، شايف كده الامور زي الفل. هنا بقى تيست عايز يعني ايه ادلعه شويه، لو متوفر عندي، لو متوفر ريحان هيبقى حلو جدا وهيفرق معايا، مش متوفر انا تمام برده. معلقه حلوه كده، شوحنا الكلام ده كله مني بقى، بص بقى اللي جاي ده الاهم حاجه بقى في الحكايه دي كلها، المرقه بقى اللي هشتغل بيها. هتاخد مرقه هنا؟ ايوه طبعا، شوف بسم الله الرحمن الرحيم، مرقه السمك، ده صوص طماطم اللي هشتغل بيه مع حضراتكم للمكرونه. بص حلو الكلام لحد كده، بص صوص المرقه حطيناش لسه عصير طماطم ولا اي شيء، نحط حبه كمان اهو، شكرا على كده، خدت بالك قد ايه حبه؟ بس الكلام ده كله مع بعض وغلوه واتنين بس، نملح بالمره ونبهر، حبه ملح وطاف، بلاش كمون، سن الكزبره انا مش بحبها الصراحه بتدي تيست كويس قوي، وممكن احط عندي حبه بهارات سمك واقلبهم مع بعض واسيبهم يتسبكوا شويه، وبعد كده هقفلهم في كيس المكرونه مع ايه؟ مع بلح البحر اللي قدامي بقى اللي خلاص خلص ده، نبدا نتضعه حالا بالمره. افندم كده، حاضر، ملامح باينه، اسماء هانم صباح الفل. صباح الفل يا شيف، اهلا وسهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ احمد ربنا ويشكر فضله. والله يا شيف انا مش مصدقه نفسي ان انا بكلم حضرتك. يا فندم ليه تقولي كده؟ تحت امرك، تحت والله امرك في اي وقت. بقالي والله سنين يا شيف بتمنى ان انا اكلمك والله العظيم. يا ست الكل تحت امرك، انت كل الساده المشاهدين والله. ربنا يخليك، والله انت والله على راس المكالمه ومتابعه يا فندم. والله ربنا دي محبه يا فندم، كتر خيرك.
انا عندي ولدين عايزين يقدموا مع حضرتك في المسابقه. يشرفوني ينوروني. حاضر ربنا اوامر. اسر ومعاذ، اسر نفسه يكلمك. يلا بينا، اديني اسر الجميل. ألو يا اسر. صباح الفل يا قمر. الحمد لله. ازيك انت، اخبارك ايه؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ 10. ما شاء الله. وايه اخبارك في المطبخ انت؟ الحمد لله. يعني بتطبخ ولا بتاكل بس؟ بطبخ. ايه بقى؟ طمني، بتطبخ ايه بقى؟ ومكرونه. اه وبطاطس. الله الله، وايه كمان؟ وشوربه. شاطر. طب هتيجي تعملي اكل ايه لما تجينا بقى ان شاء الله؟ بانيه. بانيه مش مكرونه وشوربه حتى؟ طيب ماشي يا سيدي، بس انت شاطر في الاكل. ها ماشي. بحبك قوي. وانا بحبك جدا والله يا اسر. الو. ايوه يا سيدي. ربنا يحمهولك يا رب. يلا حالك في الكنترول، سجلوا بياناته لو سمحتي، ينورني ويشرفني ان شاء الله. وتسلم ايدك على الاكل الحلو ده ما شاء الله يا فندم. تحت امرك. ربنا يخليك. اشكرك. ربنا يحمهولك يا رب. شكرا. انزل بيهم بعد السرق الحلو، تقلبتين حلوين وتسبكوا والطعم حلو للصوص. خلاص خلصنا الصوص ده، صوص بيتي جدا، بلدي جدا. طب يا شيف ما عنديش مرقه الجمبري ولا السمك دي؟ اقول لك والله عادي يعني، مش شرط، بس لو عندي اقدر اعمل بيها. بص بقى المنظر هنا راح فين. ده معلقتين صلصه طماطم وحبه عصير طماطم والباقي مرقه، وهزود تاني مرقه الصراحه عشان عايزها تبقى جوسي قوي النهارده. ايش يعني فاهم كده اهو. بص مرقه السمك ده. انا بقى كمان عندي فكره ممكن اقولها لحضراتكم بقى وانا شغال كده. ده ممكن نفس الموضوع ده ازود مرقه تاني واحط كيس مكرونه في النص واسيبه يستوي زي المبكبكه يعني. ده ممكن يحصل. اه يحصل عادي. سيب ده قدامي ياخد وقته ويعيش حياته. طيب يا فندم مي هانم. صباح الفل. صباح الفل. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. يا رب تكوني بخير. تسلم ايدك والله العظيم. الله يبارك في عمرك. شكرا. عايزه اقدم لمامتي في البرنامج. عينينا الاثنين. حاضر. نتشرف يا فندم. اوامر. حالا في الكنترول يا فندم. سجلي بيانات الحاجه. عايز اتكلمك. معلش. طبعا. اتشرف يا فندم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الفل والهنا. بنحبك جدا جدا. الله يبارك في عمرك يا امي. ربنا يخليك. طمني على صحتك. ربنا يبارك لك يا رب في صحتك وعافيتك. شكرا يا ماما. ربنا يعز حضرتك. كنت حابه نقدم اجح مع حضرتك في البرنامج. ينفع؟ تطور الدنيا كلها والله يا حاجه. ربنا يخليك يا رب. تشرفينا وتدلعينا باكلك الحلو طبعا. حاضر يا ماما. ربنا يخليك يا رب. اتشرف. حالا في الكنترول. سجلي بس بيانات حضرتك وتشرفينا ان شاء الله. حاضر. اي خدمات ثانيه؟ ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. بنحبك جدا. ربنا يبارك لك يا ماما. شكرا. كتر خيرك وتسلمي على المكالمه والمتابعه. كتر خيرك. تسلمي يا فندم. طيب خليني ارجع تاني. الصوص بيتسبك هنا بالكابوريا اللي ما اتسلقتش يا شيف. ايه اللي هيحصل؟ والله انا عندي مشكله الوحيده في الكابوريا بس. حتى ملح البحر ممكن يغسله غسله حلوه وينقعه ويبقى كويس. الكابوريا 80% من الكابوريا بيبقى فيه سنه زفاره غير زفاره البحر. واحده واحده يا شيف. يعني انا من الناس بحب اكل السمك يكون فيه سنه زفاره البحر. انا من فريش. انا كده. بتحس بايه؟ بحس ان هو باكل سمك. لو السمك ما فيهوش زفاره البحر تختلف عن زفاره الثانيه. طب بتبقى عباره عن ايه يا شيف زفاره البحر دي؟ بتبقى هي دي ريحه البحر قوي، او ريحه السمكه الفريش قوي، مغسوله نظيفه وكل حاجه بس ريحتها ريحه البحر. هي دي اللي ممكن تقبل او تبقى في قبول واحنا بناكلها. لما بتخش الفريزر وبتطلع وبيبقى فيها مش عارف ايه، دي فيها زفاره تانية مش حلوه. انا بس بحاول اوضح الامور. الكابوريا بالذات دايما الاحساس ده بيجي لي حتى لو فريش. ما اقدرش اكمل بيها الطبخه الا لو هشوي او التركيبه دي، والافضل كمان لو هشوي باخد نص سلقه. طب ايه الموضوع؟ انا شايف ان لو افضل بلح البحر وهيفتح مع حضرتك. ثانيا الكابوريا لو فيها زفاره او فيها اي حاجه نقسمها نصين ناخدها غلوه زي ما عملناها كده من شويه، يطلع الحاجه قدامي نظيفه قدام عيني، ولا في ريحه كده ولا في ريحه كده، في الامان. ونستفيد برضو من حاجه زي ما احنا عايزين ونظبط تسويتنا، دي مهمه جدا. يبقى انا بسلق نص سلقه وباخد اللون اللي انا عايزه والريحه اللي انا عايزها، وانزل اكمل فصوص طماطم يتسبك معاه. فصوص الطماطم ده يبقى، بص لو حضراتكم شايفين عامل ازاي، ما فيهوش حاجه، انا ما عملتش حاجه. هو اللي موجود عندنا في البيت او موجود عامه هو ده اللي بيشتغل، ولكن بكل بساطه ياخد غلوه واتنين ونشوف شكله عامل ازاي. ما فيهوش افتكاسه. حاضر. هنا الصوص اللي خلصان. يبقى عندي المكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده تقلبتين حلوين ونسيبها تسخن لحد ما احنا نقفل بقيه الحاجات بتاعتنا. شايف المنظر عامل ازاي؟ مكرونه بيتي جدا. وعلى فكره انا مش شايق لموضوع بلح البحر، بس هي لازم بدل ما اعملها ساده فعملتها كده. لكن هي الصراحه الحكايه مش في بلح البحر،
ولا في الكابوريا ولا في أي سمك ولا أي صوص. عمل صح تاكل مكرونة مظبوط. طبق الباستا ده ينزل كده على طول. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الكلام. شوف حبة المكرونة دول شايفها فاهم؟ مش عايز أعمل كده بس لازم ينزلوا مهمين جدا. أيوان 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 بس كده. دول بقى نظبط بقى أي جرنش من الحاجات دي نحطها على الوش ماشي أي حاجة يعني. هو الطبق مش محتاج يتكلم بصراحة بس نجيبه هنا عشان نلمعه ونغرف على طول. ممكن حاجة خضرة لطيفة سن البقدونس حاطين ريحان كفاية ريحان احنا كده عسل قوي وبالهنا والشفا. ولكن التاتش الأخير للباستا سن زيت زيتون ده طبيعي معروفة يعني في أي مكرونة حتى لو ما فيهاش سمك أو حاجة هي كده خليها تلمع وبتبقى تيست كويس قوي.